السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بمتابعينا متابعي قناة السكولة التعليمية. أهلا بكم في درس جديد وقصة جديدة من سير وقصص المحور الأول. النهاردة بإذن الله هناخد درس جديد. هنتكلم عن إيه النهاردة يا مس مريم؟ النهاردة هنتعرف على السيدة فاطمة الزهراء. هي مين السيدة فاطمة الزهراء؟ السيدة فاطمة الزهراء هي ابنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يا مس مريم متجوز أكتر من مرة. هي بنت مين من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم؟ كانت أمها السيدة خديجة رضي الله عنها، يبقى هي ابنة النبي صلى الله عليه وسلم وكانت أمها السيدة خديجة رضي الله عنها، وهي أم سيدي شباب أهل الجنة. مين سيدي شباب أهل الجنة؟ هما الحسن والحسين. مين الحسن والحسين؟ دول كانوا حفيدين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا أبناء السيدة فاطمة رضي الله عنها. السيدة فاطمة كان عندها لقب، كان عندها كنية حلوة قوي. ايه الكنية بتاعتها؟ كان عندها كنية اسمها أم أبيها، كانوا بيقولوا لها يا أم أبيها. ليه يا مس مريم؟ هي أم أبيها ازاي؟ وفي واحدة بتبقى أم باباها، يعني هتبقى أم باباها ازاي؟ لا هي مش أم باباها، بس هما كانوا بيقولوا لها كده لأنها هي كانت مسؤولة عن باباها، كأنها مسؤولة عن باباها من كتر ما هي بتحبه وحريصة عليه رغم صغرها. وكان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم متعلق بيها، وهي كانت متعلقة بيه جدا، كانت بتحب باباها جدا وهو كان بيحبها جدا. وكمان السيدة فاطمة رضي الله عنها كانت ريحانة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يحب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ابنته السيدة فاطمة حبا جما، فكانت إذا دخلت عليه قام إليها فأخذ بيدها فقبلها وأجلسها في مجلسه. يجي أول ما تيجي السيدة فاطمة يقوم ياخد إيدها ويبوس إيدها ويقعدها مكانه في المكان اللي هو كان قاعد فيه، ده من كتر ما هو بيحبها صلى الله عليه وسلم. وإذا انصرفت لما تيجي ماشية خلاص مروحة يعمل إيه؟ يقوم النبي صلى الله عليه وسلم ويوصلها من شدة ما هو كان متعلق بها جدا صلى الله عليه وسلم. وكان يقول فاطمة بضعة مني، يعني فاطمة ايه؟ قطعة مني، فمن أغضبها أغضبني. تعالوا بقى نشوف شجاعة السيدة فاطمة رضي الله عنها. سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كانت تحب ترافقه بنته السيدة فاطمة، وفي مرة من المرات كانت معاه فين؟ في الكعبة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ترك السيدة فاطمة عشان يصلي. وهو بيصلي جاء أحد الكافرين وعمل موقف وحش قوي وسيدنا محمد بيصلي. يا ترى عمل إيه؟ جاب قاذورات وألقاها على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيصلي، والمشركين واقفين يتفرجوا على النبي صلى الله عليه وسلم والقاذورات مرمي عليه وهو بيصلي، وما فيش فيهم حد أبدا شالها على النبي صلى الله عليه وسلم، وقعدوا يضحكوا ويستهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وجت السيدة فاطمة وشافت الموقف، جرت بسرعة السيدة فاطمة وأسرعت إليه لتزيل عنه الأذى رحمة بأبيها. ما خفتش من المشركين، ما خفتش حد يقول لها حاجة. لا طبعا السيدة فاطمة كانت شجاعة، ما خفتش من أي حد يقول لها أي حاجة، وفضلت تراقب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لحد ما يخلص صلاته عشان ما فيش حد تاني ويجي يعمل معاه حاجة. فلما سيدنا محمد، طبعا السيدة فاطمة زعلت، لما سيدنا محمد خلص صلاة قال لها ايه؟ لا عليك يا ابنتي، ان الله ناصر اباك، ما تزعليش يا فاطمة، ربنا ان شاء الله هيجي يوم وهينصرني فيه عليهم. هكذا كان حال السيدة فاطمة تحمل في قلبها الصغير محبة كبيرة لأبيها صلى الله عليه وسلم. نروح للأسئلة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نقط 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 ابنته فاطمة، كان برافو يحب ابنته فاطمة حبا جما، فكان إذا دخلت عليه قام إليها فأخذ به برافو يدها فقبلها وأجلسها في مجلسه، وإذا انصرفت قام معها وجميل أوصلها من شدة تعلقه بها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
فاطمة برضعت مني فمن أغضبها أغضبني. تعالوا نرتب الأحداث ثم نصفها. سيب لكم دقيقة تقرؤوها علشان تعرفوا ترتبوا معايا. جاهزين يا سنة تالتة؟ يلا. أول حاجة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان جميل مع فاطمة في الكعبة، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سابها وراح يصلي، تركها ليصلي. ها الموقف الثاني، بينما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي ألقى الكافرين أحد الكافرين بقاذورات عليه. وآخر حاجة أسرعت السيدة فاطمة رضي الله عنها إلى أبيها لتزيل عنه الأذى. صف موقف المشركين عندما ألقى أحدهم القاذورات على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أسيب لك السؤال ده تجاوبه في التعليقات أو تبعته لي على جروب تالتة ابتدائي عربي ولغات مع السكولة إن شاء الله. واللي مش مشترك في الجروب أسيب لكم تحت رابط الجروب علشان لو أي حد مش مشترك فيه يقدر يدخل ويشترك ويستفيد من كل حاجة موجودة على الجروب. أشوفكم على خير يا سنة تالتة، قصة جديدة ودرس جديد وحلقة جديدة، وأقول لكم السلام عليكم.